السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أسعد الله سبحانه وتعالى بمحض جوده وفضله وبركته جميع أوقاتكم. كل عام، كل لحظة، كل لمحة، كل نفس، كل سكتة، وكل همسة، وكل سكنة، ونحن وإياكم من الله سبحانه وتعالى وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدنى وأقرب. إن من أسعد لحظات المحب أن يجلس مع من أحب، وأنا أعترف لكم بحبي لكم وسعادتي وسروري أن أكون معكم وتحت أنظاركم وبين ظهرانيكم وأدخل بيوتاتكم وأكون حتى على جوالاتكم. لما؟ لنصل جميعا لمسألة واحدة، وهي الدعوة المجابة. فلك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد، الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد يا سيدي يا أبا القاسم أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. وبعد يا حبيب قلبي وروحي، لا يزال الحديث متصل، الإسناد والمدد والخير والنور بالحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وسلم. فمصطفانا صلوات ربي وسلامه عليه يعلمنا في كتاب الله عز وجل أمورا كثيرة، والمولى سبحانه وتعالى يقول: وما فرطنا في الكتاب من شيء. والحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فحياة الإنسان كلها متصلة بالقرآن الكريم. أحوالك، طلباتك، آمالك، مراداتك كلها متصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل. عندما ينظر الإنسان في متطلبات الحياة في القرآن الكريم، يقول الحق سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أن يكون لك مالا هذا من زينة الحياة الدنيا، وأن يكون لك بنونا هو أيضا من زينة الحياة الدنيا. لكن هل معنى ذلك هو رضا الحق سبحانه وتعالى عليك أم لا؟ وهل هي علامات محبوبية الله سبحانه وتعالى لك؟ ما من محبوب عند الله ليس له مال، وما من محبوب عند الله ليس له عيال، وما من مبغوض عند الله عنده المال والعيال. إنما هي علامات قد تشغل الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى وعن مراداته. شغلتنا أموالنا وأهلونا، وقد تكون هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. نحن اليوم في واحتنا الدعوة المجابة نتعرف على القلوب التي عشقت الحق سبحانه وتعالى وامتثلت أمره سبحانه وتعالى وطلبت من المولى تبارك وتعالى ما تشتهي فأجابها الله سبحانه وتعالى. مرادنا من هذه المجالس معرفة هذه القلوب، كيف دعت الله سبحانه وتعالى. ليست الدعوة ذاتا نريدها، الألفاظ والمفردات والجمل الأبيات، ليس هذا المراد. المراد حقيقة معرفة القلب الذي دعا لله سبحانه وتعالى فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وهم خيرة خلق الله على الإطلاق، ساداتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن اليوم في رحاب سيدنا زكريا عليه السلام. سيدنا زكريا نتعرف على حياته وعلى حاله مع الله. طلب سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن يهب له ولدا، أراد أن يكون له ولد ذكر. هذا الطلب موجود عند القاصي والداني، الرجل يطلب ذلك والمرأة تطلب ذلك، الإنسان الحضري الذي يسكن في الحضر يطلب ذلك، والرجل البدوي الذي يسكن في البدو يطلب ذلك. كل الناس
الرجال والنساء، الذكور والإناث، الكبار والصغار، كلهم يبحثون أن يكون لهم أبناء يحملون أسماءهم من بعدهم. وأناس قد لا يلتفتون لهذا كثيرا. سيدنا زكريا التفت لهذا الأمر وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهبه، أن يهبه أي أن يعطيه، لأن الله هو الوهاب سبحانه وتعالى، هو المعطي على الحقيقة سبحانه وتعالى. قال يا ربي، وهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد وقد بلغ من العمر ما بلغ، وكانت زوجته عاقر. العقل البشري يقول الزوجة عاقر وهو رجل شيخ كبير، كيف يمكن أن يكون هذا اللقاء الذي يجمع بين هذه الزوجة العاقر وبين هذا الرجل الكبير؟ هل عقلا يمكن أن تنتج ذرية بين هذا اللقاء بينهما؟ العقل يقول لا يمكن. لما؟ لأن المقومات في الحياة يتطلب رجل في سن مبكرة وامرأة قادرة على الإنجاب حتى تنتج هذه يعني العلاقة، تنتج هذه الذرية الطيبة المباركة. فسيدنا زكريا يعلم هذه النواميس في خلق الله، لكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى له كرامات وله معجزات. الكرامة للولي والمعجزة للنبي، فهي خرق العادة، فيمكن لله سبحانه وتعالى أن يخرق العادة له وأن يهبه ولدا ذكرا كما يريد من امرأة عاقر وهو شيخ كبير، يمكن إذا توفر شيء واحد في الدعوة المجابة وهو صدق الطلب. لأجل ذلك تجد بعض الأوراق الحكومية يقولون لك خذها وصدقها حتى يتأكدون منها. الإنسان إذا تعامل معك يريد منك ورقة مثبتة مصدقة ويريد منك الكلمة الصادقة. الله سبحانه وتعالى يريد منك دعوة صادقة، ادعو الله عز وجل وأنت صادق في طلبك وأنت موقن أن الله سبحانه وتعالى مجيبك. فماذا قال سبحانه وتعالى على لسان سيدنا زكريا؟ وزكريا إذ نادى ربه، ناداه بقلبه، ناداه بروحه، ناداه بعقله، ناداه بلسانه، ناداه بلسان الحال، الحال يطلب، وناداه بلسان المقال يا رب. قال في هذا النداء الرباني العظيم وزكريا إذ نادى ربه، ربي لا تذرني فردا، ربي لا تتركني وحيدا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أنا لا أريد هذا الولد لكي يرثني فيما أمتلك، أنت خير الوارثين، لكني أريد ولدا يكون معي. الله سبحانه وتعالى يقول وزكريا إذ نادى ربه، مباشرة جاءت الآية فاستجبنا له، فاستجبنا له مباشرة، لا فاستجبنا له وفق الطلب الذي طلبه. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وزكريا إذ نادى ربه، ماذا يريد؟ قال ربي هب لي، أعطني من عندك وهب لي، يعني أنت الوهاب يا رب، فهب لي من لدنك. الله سبحانه وتعالى يقول فاستجبنا له ووهبنا له، استجبنا الطلب ووهبنا له. ماذا يريد؟ ما الذي يريده زكريا؟ ما الذي يسعد قلب زكريا؟ ما هو مراد زكريا من هذه الدعوة؟ قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، رجل ذكر طيب، وأصلحنا له زوجة. المرأة كانت عاقر، الآن أصلحناها، لم تكن عاقر خلاص، يعني جبر خاطره بصلاح زوجته، وجبر خاطره بأن أعطاه ما يريد، وجبر خاطره بخرق العادة أنه رجل كبير في السن ويولد له، وجبر خاطره أن الولادة التي جاءت ليست أنثى وليست مسألة ولا يعلم، وإنما ذكر كما حدد وطلب. لما؟ لأنه صاحب دعوة مجابة، ولأنه إنسان صادق في طلبه من الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك الله يضع لنا على الميزان فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادق هو الذي تكن معه لتتعلم. قالوا من لا ينفعك لحظه، لا ينفعك لفظه، من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. سيدنا زكريا
كان بلحظه ولفظه الناس ينتفعون به. فعندما نطق بلسان حاله ونطق بلسان مقاله وطلب من الله أن يهب له ولدا ذكرا، استجاب الله له ووهب له يحيى وأصلح له زوجة فوق البيعة، أصلح له زوجه وخرق له العادة بمسألة عظيمة. لماذا؟ الله يظهر لنا المسألة لنتعلم لماذا استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء سيدنا زكريا. طيب أنا دعوت ولم يستجب لي، لماذا استجاب لزكريا وأنا نفس الحالة أريد ولدا ولم يستجب لي؟ هكذا بعض الناس يقولون. الله تبارك وتعالى يقول استجبنا لهم. لماذا؟ لأنهم كانوا هو وزوجته يسارعون في الخيرات، الزوج والزوجة كانوا يسارعون في الخيرات. والسرعة هنا ضبطها الله عز وجل في القرآن الكريم على أربع مراتب، أربع أنواع للسرعات في القرآن الكريم. إذا أردت أن تمشي في هذه الدنيا وتنظر وتتنزه وتريد أن تأكل لقمة العيش فيها، قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها، المشي الهوينة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، نوع من أنواع السرعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي المشي أسرع، الأولى المشي والثانية أسرع، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والثانية قال فيها فاسعوا إلى ذكر الله. وإذا كانت الثالثة في رضا الحق سبحانه وتعالى، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض. إذا كانت المسألة للجنة إذن المسارعة، قال ربي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ثم في الأخيرة إذا كان طلبك هو الله، قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله. لماذا استجاب الله لسيدنا زكريا ولزوجه؟ قال لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بهذا كانوا حقا هم أهل للدعوة المجابة. نسأل الله أن يجعلنا معهم وأن نكون مثلهم من أهل الدعوة المجابة.